بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لي أن أتحدث اليوم، فاليوم الكلمة الأولى هي لشباب مصر، شباب مصر الذي حقق الحلم والذي نسى أو تناسى من تولوا السلطة أن الشباب الذي لم تتحقق أهداف ثورته سيظل ثائرا وستظل ثورته مستمرة إلى أن تتحقق الأهداف التي سقط من أجلها زملائه الشهداء. اليوم ده ازاي ان هو تمامه يعني يحشد ناسه عند رابعة العدوية، لكن كل ساحات التحرير في مصر وامام قصر الاتحادية وكل محافظات مصر ستشتعل باذن الله بالغضب في هذا اليوم وتقول له كلمة واحدة ونهائية: ارحل. يبقى اللي حصل يوم من يومين هو جعل لنا اكثر ثقة واكثر اطمئنانا. ربما كان المشهد فيه كل الداعمين لمحمد مرسي، لكن كان ناقصه حد شخص واحد بس وهو السفيرة الأمريكية آن باترسون، وكنت مستغرب إنها مش موجودة لأنها الوجوه اللي دعمت محمد مرسي ربما تتساوى في ذلك مع عاصم عبد الماجد، هما الاثنين اكتر وجهين دعموا محمد مرسي، وكنت مستغرب جدا من عدم وجوده. بس في النهايه لو انا لنا ان نوجه رساله فبنقول له اذا كانت امريكا نفعت حسني مبارك ونفعت الشام من قبله، فعبره التاريخ بتقول ان مش هتنفع حد وان اراده الشعب المصري اقوى وابقى. شكرا لحزب الوقت وشكرا لكم.